بالمناسبة مصيبة الناس بالزمان هذا في هذا الباب باب الرياء مصيبة عظيمة جدا في الجوالات الآن والصور التي في الجوالات، والله مصيبتهم عظيمة جدا، ولا يزال الناس يرون مناظر تؤلم الغيورين الناصحين في واقع بعض الناس. يحدثني أحد الأشخاص رأى في هذا المسجد شخصا يمشي مع صاحبه، وجلس صاحبه على هيئة التشهد والتقط له صاحبه صورة ثم قام ومشى، وهذه الصورة سيبعثها إلى عدد من الناس وهو في المسجد النبوي يصلي، هذا أصلا لم يصلي. وأنا رأيت شخصا في هذا المسجد قام من مكانه بعد الصلاة وأخذ مصحفا كبيرا وفتحه ثم صوره صاحبه من جهة ثم ذهب وصور من جهة أخرى ثم طبق المصحف وقرأ، فتح المصحف ليأخذ له صورة أنه في المسجد النبوي يقرأ القرآن. هذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. أما الدعاء فهذا حدث ولا حرج من كثرته، تجد بعضهم يحسن نفسه ويهيئ من صورته ثم يرفع يديه، وإذا صوروه أنزل يديه، يداه لما رفعتا لم ترفع لدعاء الله وإنما رفعت ليؤخذ له صورة. فهذه من المصائب المؤلمة العظيمة التي جرتها هذه الجوالات لكثير من الناس. إذا كان من صلى ودعا واعتمر ووقع في الرياء أفسد هذا الرياء عمله، فكيف بالذي أصلا لم يصلي ولم يقرأ القرآن ولم يدعو وإنما ابتداء فعل هذا الشيء ابتداء أصلا ليس لله وإنما ليؤخذ منه أو له مثل هذه الصور. هذه مصيبة والله عظيمة جدا، واقع مؤلم في كثير من الجهال. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وجميع من هو مبتلى بمثل هذا.